بالذكر نافس، احنا دائما نتذكر كلمة نافس اذا انقطاع خاص، وقطاع خاص دائما هو كانت او كانت الفكرة المسبقة ان قطاع خاص يعني حقي مهضوم وما بحصل اللي ابا. نتكلم صراحة بطبع. اليوم انت نورك كمركز الثاني على مستوى الدولة، شيء كبير ترى، والفئة الإدارية شيء جميل. يعني رسالتك للشباب هذيل اللي خايفين انهم يدخلون مجال القطاع الخاص، ادخل، قولي له ادخل ولا ما يدخل ولا شو يسوي؟ الحمد لله اقدر اقول لك اني دائما انصح الشباب بالقطاع الخاص، حتى دائما اني اقدم مثل ورش وسيشن انصح فيهم الشباب كيف يدخلون القطاع الخاص، كيف ممكن يكبرون بسرعه في القطاع الخاص. انا مريت بعده وظائف ودخلت في البدايه، كانت بداياتي مع الفطيم، والفطيم كانت مدرسه لي طبعا. رحمه الله عليه مايد الفطيم، تعلمت الكثير من مجموعه الفطيم، مشيت في البزنس في الاعلام في غيره من امور. فدائما القطاع الخاص مدرسه، دائما اقول لهم خلوا بداياتكم بتتعلمون كل شيء في القطاع الخاص.